أيها الإخوة الكرام، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ يصعب وصفها، ولكنها خير من ألف شهر. قال بعض العلماء: ألف شهر أي 83 عاماً، يعبد المرء فيها ربه عبادة جوفاء خالية من معرفته. ومن الإقبال عليه في هذه الليلة تفوق 1000 شهر. كيف نفهم معنى ليلة القدر؟ من لوازم إدراك ليلة القدر أن تعلم علم اليقين أن الرزق بيد الله، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والذي قدر عليه رزقه يوم القيامة يقول من أعماق أعماق أعماقه: يا رب لك الحمد. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لو كشف الله لك لماذا جعلك ذكراً أو أنثى أو ابن فلان وفلانة في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذه الإمكانيات وفي هذا الشكل وفي هذا الرزق وفي هذه الزوجة؟ لا بد من أن تذوب شكراً لله على أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، أكمل شيء لك منحك إياه. وهل تعلم ماذا عند الله؟ ترون ماذا عند الله؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هي الصواريخ والصواعق، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام. أما الثالثة نعوذ بالله منها، اشكروا الله. أو يلبسكم شيعاً، الحرب الأهلية، الحرب الأهلية دامت في إسبانيا 40 سنة، في لبنان 10 سنوات. هذه الحروب الأهلية أصعب من الحروب التقليدية، حرب داخلية. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. الله هو القوي، بيده كل شيء. من ضعف الإيمان نرى الأقوياء أقوياء، الأقوياء عصي بيد الله، عصي بيد الله. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من لوازم ليلة القدر أن تدرك أن الأمر بيد الله، لا بيد زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان ولا هذا الطاغية الكبير الذي يقع في طرف الأرض، لا، الأمر بيد الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يسلمك الله إلى غيره. قال لك: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. من لوازم ليلة القدر أن تقول مع رسول الله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أضع بين أيديكم بعض الآيات المتعلقة بليلة القدر. إن وصلت إلى معاني هذه الآيات فأنت في نعمة لا تعدلها نعمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. أما التوحيد الذي ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، أن تؤمن من خلال هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هذه القوى الشرقية التي عاشت 70 عاماً ترفع شعار لا إله، كيف دمرت؟ كيف انتهى هذا الفكر الإلحادي؟ بلا حرب، إن الباطل كان زهوقاً. وهو القاهر فوق عباده، يجب أن ترى أن القوي هو قوي فقط لأن الله سمح له أن يكون قوياً. فإذا أراد الله أن ينهيه بثانية، لا تعبدوا غير الله، اعبد الله. المسلمون في محنة، يرون أن خلاصهم بيد الأقوياء البعيدين، إذا أعطوهم الحماية فقد نجحوا.
لا، خلاصنا بيد الله، ورزقنا بيد الله، وحياتنا بيد الله، وموتنا بيد الله، وصحتنا بيد الله، وسعادتنا بيد الله، ونجاح زواجنا بيد الله، ونجاح عملنا بيد الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. من لوازم ليلة القدر أن تفهم هذه الآية فهماً عميقاً: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. دققوا الآن: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. شو زخرفة؟ كل شيء يتألق الآن، الدنيا خضرة نضرة، عنصر الجمال في كل شيء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها لشركهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، إلى سلام معه، إلى سلام مع نفسك، إلى سلام مع أهلك، إلى سلام مع مجتمعك. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لا تقول مع أهل الكفر أنه في نقص بالمياه بالعالم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لا تخضع لدعاية تريد أن تضعك في اليأس، أن الأرض سوف تواجه مشكلات. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل هذا الذي ترونه من رفع الأسعار كله لعبة خبيثة قذرة. ترتفع الأسعار 10 أضعاف بإحدى حالتين: حينما تقل المواد 10 أمثال، أو حينما يزداد الطلب 10 أمثال. أما الطلب هو هو، والمواد هي هي، والارتفاع 10 أضعاف. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لحكمة أرادها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ليلة القدر أن تفقه هذه الآيات، ليلة القدر أن تعرف الله معرفة حقيقية، ليلة القدر ألا تضع أملاً بغير الله، ألا تعتمد إلا على الله، ألا تهتدي إلا بهدي الله، ألا تخضع إلا لمنهج الله، ألا تخاف إلا من الله. هذه ليلة القدر، يعني أن تعرفه، أن تعرف أنه هو الخالق، هو الرب، هو المسير، هو الواحد، هو الكامل، هو الموجود، هو الرقيب، هو السميع، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. هذه ليلة القدر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا يهبه الذكور، هذا يهبه الإناث، هذا يهبه الإناث والذكور، هذا يجعله عقيماً لحكمة بالغة. لا تعترض على الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. أنت حينما ترى أنه لا يمكن أن تنتصر لأنك ضعيف، لا، هذه فكرة ناقض التوحيد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
وما النصر إلا من عند الله. أنا أعطيك لقطات من زوايا مختلفة. ما معنى أنك أدركت ليلة القدر؟ أنك عرفت الله من خلال هذه الآيات. وإن الله على نصرهم لقدير، يعني هذه المخططات التي ترونها لتقسيم الشرق الأوسط لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، هل نجحت أم أخفقت؟ هذا الخط البياني للعدو الكبير، هل بقي صاعداً أم بدأ ينزل؟ واضح جداً. الإله موجود، لا تعتمد إلا على الله. بحسب إحصاءات والمعطيات الشركية الأرضية ما في أمل، لا، الأمل كبير أن نفشل كل خطة تريد الإسلام والمسلمين. وإن الله على نصرهم لقدير، بشرط أن نعود إلى الله، أن نصطلح معه. من هو الله؟ من هو الله؟ إذا كنت في بطن حوت، هذا الحوت الأزرق 150 طن وزنه، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظام، والإنسان يقف في فمه، واقف فمه بسع 4 طن سمك، وهي وجبة معتدلة تبعه، الوجبة بين الوجبتين بعتقد، هي مو وجبة أساسية، 4 طن، الإنسان كله لقمة واحدة. الله لحكمة بالغة بالغة جعل نبياً من أنبيائه الكرام في فم الحوت. شو في أمل؟ في أمل، لقمة واحدة، ثانية واحدة. وذا النوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت نادى ربه. شو في أمل؟ بالأرض ما في أمل. ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وقلب هذه القصة قانوناً فقال وكذلك ننجي المؤمنين. أيها المؤمنون، هذه الآية لكم، لكم. ليس المقصود أبداً أن تكون قصة وقعت ولن تقع أبداً، هذا فهم خاطئ للقرآن. هذه القصة لنا جميعاً، هل هناك من مصيبة أكبر ومعها ينعدم الأمل ويصبح الأمل صفراً كهذه المصيبة؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من هو الله؟ فرعون، وما أدراكم ما فرعون، بجبروته، بطغيانه، بحقده، بقوته، بأسلحته، وراء شرذمة قليلة من أتباع سيدنا موسى وصلوا إلى البحر، انتهى الأمل. فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما في أمل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الآية لكم، لنا نحن المسلمين، لا نقلق. ولو كان العدو كبيراً، طاغياً، منحرفاً، حاقداً، هذه الآية لنا جميعاً. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ دققوا الآن بأمر بسيط لا يكلفه إلا كلمة: اقتلوا أبناء بني إسرائيل جميعاً، جميعاً، وأية قابلة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل مكانه، لأنه رأى مناماً أن طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه. الجواب سهل: حاكم مطلق، طاغية كبير، قتل الإنسان أهون عنده من قتل ذبابة، أمر بأن يقتل بنو إسرائيل. أما هذا الغلام الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، لعظمة الله عز وجل. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. في آية أخرى: إذا خفت عليه فاقذفيه في اليم. معقول الكلام؟ أية أم في الأرض الآن إن خفت على ابنك ألقيه في النهر؟
أن يقذفه في التابوت فاقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. رأته امرأة فرعون فأحبته، ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هذه ليلة القدر. هل تؤمن بأن الله قادر؟ بيقول لك المرض خبيث للدرجة الخامسة. هل تؤمن أن الله قادر أن يشفيك؟ قادر. مهما تكن المصيبة كبيرة، مهما تكن الطرق مسدودة، مهما تكن الأسباب معدومة، الله على كل شيء قدير. ضع أملك بالله، ثق بالله عز وجل، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. من هو الله؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذا الينبوع الذي تشرب منه دمشق بالثانية الواحدة من 4 أمتار إلى 35 متر مكعب بالثانية، أين مستودعاته؟ إلى قريب من حمص، نصف لبنان تحت هذا الحوض، وطريق دمشق حمص تحت هذا الحوض. من هيأ هذا الماء العذب الزلال؟ أي مكان بالعالم الماء يشترى إلا عندنا، تفتح الصنبور فتشرب ماء عذب زلال، من نعمة الله الكبرى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكن بتقول لك في فقر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والله سافرت إلى بلاد كثيرة، البلاد التي فيها محبوحة تفوق حد الخيال، هذه البحبوحة حجاب بينهم وبين الله، والبلاد التي تعاني ما تعاني، هذه المعاناة أحد أكبر أسباب إقبال الناس على رب العالمين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. لا تعرفون قيمة هذه البلدة إلا إذا سافرتم، الفرق يكاد لا يوصف. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. لا تتوهم أنه في قوة جبارة في الأرض، الله أقوى منا. لا تتوهم أنه هذه القوة راحت للأبد، ما في للأبد، الله أقوى منا. هناك من يرى من المسلمين أن العالم الغربي ملك كل شيء، ملك المال وملك القوة والسلاح والأقمار والعملة والاقتصاد وملك الإعلام، فيرتكب أكبر جريمة بحجة محاربة الإرهاب. لا تيأس، الله بيده كل شيء. الله أرانا، أعطانا شحنات منعشة، كيف 3000 مقاتل زلزلوا أكبر جيش بالمنطقة، أليس كذلك؟ هذه شحنات مشجعة منعشة لنا. أيها الإخوة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل تصدق على الله أن واحد غني طغى وبغى بماله، وإنسان فقير عانى ما يعاني، امرأة جميلة جداً تزوجها أغنى الأغنياء، وامرأة جمالها متوسط أو أقل من الوسط، ما أتيح لها أن تتزوج، وتنتهي الحياة هكذا بلا يوم آخر، بلا تسوية حسابات. من لوازم الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر، فيه تسوى الحسابات. إذا وقعت الواقعة
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد تجد إنسان ضعيف لكنه مستقيم، هو في أعلى عليين يوم القيامة. وقد تجد إنسان قوي وغني وغارق في الملذات والمعاصي والآثام، مكانه يوم القيامة في أسفل سافلين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في حساب؟ في جامعة بالأرض ما فيها امتحان؟ واحد غني، واحد فقير، واحد قوي، واحد ضعيف، واحد صحيح، واحد مريض، واحد معذب، واحد منعم، تنتهي الحياة هكذا؟ هل هذا يستقيم مع كمال الله؟ إذا دخلت مسرحية، لا أفتي بدخولها أنا طبعاً، بس كفكرة، وأول فصل أرخي الستار وما انتهيت، نشوف شو صار بالقاتل. أنت ما بتصدق أنه انتهيت، نشوف شو النتيجة. هذه الحياة ما لها نتيجة؟ كل يدعي أنه على حق، يدمرون الشعوب من أجل كلام فارغ ما له معنى أبداً، ينهبون ثرواتها من أجل الديمقراطية. أي ديمقراطية هي؟ وتنتهي الأمر بيخصفوا منزل، بيقتلوا 100 واحد، بيقول خطأ خطأ بس. أما لما طائرة أسقطت في بريطانيا، دفعوا بعض الجهات 270 مليار. لماذا إذا أسر أسير واحد تقوم الدنيا ولا تقعد، و 11800 أسير لا أحد يعبأ بهم؟ ما في حل للوضع هذا؟ ما في إله سيتدخل؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يجب أن تثق بالله. إذا كنت في ليلة القدر، الله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. الآن لما الإنسان يتخلى عن دينه وعن مبادئه وعن وحي السماء، يحكم عقله فقط، العقل كالعين تماماً، لا قيمة لها من دون ضوء. لو وجد في غرفة إنساناً أعمى وبصير، بس الغرفة مظلمة، يستويان؟ هذه العين لا قيمة لها إطلاقاً من دون نور، يتوسط بينها وبين الأشياء. والعقل كالعين لا قيمة له إطلاقاً من دون وحي يهتدي به. من دون وحي، اسمعوا، إنه فكر وقدر. عقل من دون وحي، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. العقل من دون وحي كالعالم اليوم، عقل من دون وحي يعج بالمظالم. تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى، ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. أيها الإخوة، قتل الإنسان، قتل نفسه، أشقى نفسه، ما أكفره؟ ما الذي جعله يكفر؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر إلهي، فكر في هذا الطعام، من صنعه لك؟ إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أيها الإخوة، ليلة القدر يعني أن تقدر الله حق قدره، أن تعرفه خالقا ومربيا ومسيرا.
أن تعرفه موجوداً وواحداً وكاملاً، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، أن تعرف أن الأمر بيده، وأنه لا إله إلا هو، وأن كل الخلائق هم في قبضته، وعلاقتك معه. إن أدركت هذه الحقائق فقد أدركت ليلة القدر، يعني قدرته حق قدره. وهذا الإدراك العميق لهذه الحقائق خير لك من أن تعبد الله 83 عاماً. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ممكن أن تكون في أي يوم من أيام السنة، لأنه القدر بالهجري فتدور مع الأيام كلها. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.